السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلاب الصف الرابع الابتدائي مكملين يا ولاد مع بعض شرح منهج كونكت بلس بإذن الله رب العالمين. النهارده هناخد مع بعض ليسن 4 الدرس الرابع من الوحدة الأولى. طريقة سهلة جدا جدا، هنقرأ الكلمات بالراحة، نقرأ الجمل مع بعض بالراحة واحدة واحدة وهنترجمها، والموضوع بإذن الله هيبقى سهل جدا مفيهوش مشاكل. Let's start. اول كلمه يا اولاد معايا هي الكلمه دي، بس انا حابه قبل ما اقولها لك اعرفك الاول على الكلمه دي. دي اسمها اولمبيكس. اولمبيكس اولمبيكس، مين هي الاولمبيكس؟ دي دوره الالعاب الاولمبيه اللي بتقام كل 4 سنوات، يعني كل 4 سنين بيعملوا دوره اسمها دوره الالعاب الاولمبيه، بيبقى فيها رياضات كتير وبتشارك فيها دول كتير، بتبقى مسابقه عالميه دوليه اسمها ايه؟ اولمبيكس. طيب الرياضيين اللي بيبقوا مشاركين في الدوره دي بيبقوا عندهم اعاقات ولا بيبقوا كويسين؟ لا بيبقوا كويسين. هل الاشخاص بقى اللي عندهم اعاقه ينفع يشتركوا في الاولمبيكس؟ لا مش هينفع، هيشتركوا في دورة تانية خاصة بيهم اللي هي الدورة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، اسمها دورة الألعاب البارالمبية. اسمها ايه يا ولادة؟ Paralympic Games. Paralympic Games أو Paralympics. Paralympics. عندي كلمة international معناها عالمي أو دولي. International. International. عالمي. يبقى الأولمبيكس أو البارالمبيكس تعتبر ايه يا ولادة؟ مسابقة عالمية. International. Competition. مسابقة. لسه قايلها لكم. Competition. 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 مسابقة. Competition. مسابقة. Athletes. رياضيين. Athletes. رياضيين. Athletes. رياضيين. يا ريت تقول ورايا. Athletes. رياضيين. Gold medal. ميدالية ذهبية. Gold medal. ميدالية ذهبية. Gold medal. ميدالية ذهبية. Silver medal. ميدالية فضية. Silver medal. ميدالية فضية. Bronze medal. ميدالية برونزية. Bronze medal. ميدالية برونزية. Champion. بطل رياضي. Champion. بطل رياضي. Champion. Champion. بطل رياضي. Para sports يعني الألعاب الرياضية اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إحنا الرياضات الخاصة بالأشخاص العادية اسمها إيه؟ اسمها sports، طبعاً كلكم عارفينها. طب الألعاب دي لو خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حط بقى المقطع ده اللي هو para. Para sports. Para sports. Para sports. الألعاب الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. Dedication. تفاني أو إخلاص. Dedication. Dedication. تفاني أو إخلاص. إعاقات. Disabilities. 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 إعاقات. Olympics اللي أنا قلتها لكم في أول السيشن اللي هي دورة الألعاب الأولمبية. World Championship. طبعا احنا لسه واخدين كلمة Champion معناها ايه؟ برافو عليكم، معناها بطل. Champion. بطل. Champion. بطل. Champion. بطل. Champion. بطل. لو حطت لها شاب بقت championship، بقى معناها بطولة. بصوا السهولة، يبقى championship يعني ايه؟ ها بطولة. championship بطولة. championship بطولة. يبقى بطل champion. championship البطولة. فلو انا حطيت world championship يبقى دي بطولة العالم. طيب عندي كلمة Egypt Cup كأس مصر. Egypt Cup كأس مصر. female انثى. female انثى. swimmer سباح. swimmer سباح. وطبعا swim يا ولاد يعني يسبح، لو ضعفت ال n وزودت er بقت swimmer ومعناها سباح. طب runner يعني ايه؟ عداء، اللي هو الشخص اللي بيجري، وطبعا run لوحدها يعني يجري، ده الفعل يا ولاد. يبقى swim يسبح، swimmer سباح، run يجري، runner عداء، وفي كلتا الحالتين احنا ضعفنا الحرف الاخير لان جاي قبليه حرف ايه؟ متحرك. race يعني سباق. race سباق اخدناها قبل كده. opportunities فرص. opportunities فرص. opportunities فرص. الفريق القومي national team. الفريق القومي national team. teacher احنا مش لسه قايلين كلمة national دي؟ لا خلي بالك، احنا خدنا international. national يعني قومي. national قومي، انما international عالمي. وانت بتحفظ او وانت بتذاكر اربط الحاجات دي في دماغك عشان يبقى سهل عليك اللي انت تستعيدها مرة تانية. عمل جاد يعني hard work. hard work. عمل جاد hard work. مستوى يعني level.
مش ليفل، ها ليفل، مستوى، مستوى يعني ليفل، مستوى ليفل. كرة الطائرة على الكراسي المتحركة سيتنج فولي بول. طبعا فولي بول هي الكرة الطائرة للأشخاص العاديين. طب لو هم بيلعبوا كرة طائرة بس على كراسي متحركة، فهتحط كلمة سيتنج في الأول، سيتنج فولي بول، سيتنج فولي بول. دولة نيوزيلندا اسمها نيوزيلند، نيوزيلند، نيوزيلند. قارة أفريقيا أفريكا، قارة أفريقيا أفريكا، أفريكا. دولة البرازيل برازيل، برازيل. دولة يعني country، 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 country. دولة country. طيب تعالوا نشوف الـ important expressions and prepositions. يحدث يعني take place أو happen، فعل مهم جدا جدا. يحدث يعني take place، وخلي بالكم الكلمتين مع بعض together. take place يحدث، take place يحدث، take place يحدث أو happen نفس المعنى. طيب take part in يشارك في، مهمة جدا جدا. take part in يشارك في، يبقى أنت عندك فعلين بيبدأوا بtake، take place يحدث و take part in يشارك في. take years يستغرق سنوات، تالت مرة نستخدم take، خلي بالكم. take years يستغرق سنوات، يبقى التلات أفعال دول take مش جاية بمعنى يأخذ خالص. take place يحدث، take part in يشارك في، take years يستغرق سنوات. 400 متر ريس يعني سباق ال 400 متر، 400 متر ريس. طب لو عايزة أخليه سباق ال 300 متر، ها يبقى 300 متر ريس، وهكذا. يصل إلى يعني get to، get to، get to، يصل إلى، get to. هنا get مش جاية بمعنى يحصل على، خلي بالكم. get to يصل إلى، I get to school early، أنا بوصل للمدرسة مبكرا. طيب بعد كده بيقول لي دورة الألعاب البارالمبية ريو عام 2016. دورة الألعاب البارالمبية يا ولاد أقيمت في مدينة اسمها ريو عام 2016، فسموها كده The 2016 ريو Paralympics، دورة الألعاب البارالمبية اللي كانت مقامة في ريو عام 2016. Athletes with disabilities، مهمة جدا، الرياضيون ذوي الاحتياجات الخاصة. Athletes with disabilities، athletes with disabilities. is held على بعض كده معناها ايه؟ تقام، تقام. هنا بيتكلمني بقى على ايه؟ ها para sports، وانتوا فاكرين قلت لكم ان sports يعني العاب رياضيه. طب para sports هي برضو العاب رياضيه بس خاصه ذوي الاحتياجات الايه؟ الخاصه. the paralympics game، the paralympic games دورة الألعاب البارالمبية is تكون an international competition، مسابقة دولية. يبقى دورة الألعاب البارالمبية يا ولاد هي مسابقة ايه؟ ها دولية على مستوى العالم. an international competition، an international competition، مسابقة دولية لمين يا ترى؟ ها for athletes with disabilities، للاعبين اللي عندهم إعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة. التعبير ده احنا لسه قايلينه، athletes with disabilities، الرياضيين من ذوي الاحتياجات الايه؟ الخاصة. like مثل the Olympics، الأولمبيات، يعني الاثنين زي بعض، دي زي دي. it takes place، take place يعني ايه؟ يحدث، انها تحدث every four years، كل اربع سنوات، زيها زي الأولمبيكس بالظبط. and و is held اللي استخدمناها في التعبيرات، تقام، is held على بعض كده تقام. in في a different country، دولة مختلفة، each time كل مرة، يعني كل مرة أو كل أربع سنين بتقام في دولة مختلفة عن المرة اللي قبلها. para sports الألعاب الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة مالها؟ is تكون an important area، مجال مهم، in sports في الرياضات. and Egypt ومصر has عندها أو لديها العديد من الرياضيين who take part in اللي بيشاركوا، take part in اللي بيشاركوا في these competitions هذه المسابقات. هيبدأ بقى يدينا أمثلة، أول حد هيتكلم عليه هو آية أيمن. مين آية أيمن؟ هنعرف دلوقتي. آية أيمن عباس is a swimming champion، فاكرين كلمة champion؟
اكسلنت بطل، ولو حطيت لها شاب وبقت شامبيون شاب بقى معناها ايه؟ برافو بطوله. فبيقول لي ان ايه دي يا سيدي هي سويمنج شامبيون، بطله سباحه. سويمنج شامبيون بطله سباحه، اوعى تنسى الايه لان هي بطله واحده مفرد. سويمنج شامبيون بطله سباحه هو التي، هو هنا يا اولاد مش جايه كعاده استفهام بمعنى من، نو هي هنا جايه بمعنى الذي او التي او الذين. فهي بما انها بنوته فهترجمها بمعنى التي، بلاش يا سيدي التي، اللي اهو بالعاميه اهو عشان ما تتلخبطش. هي بطله سباحه اللي هاز وان، فازت. يا تيتشر هي هاز هنا مش جايه بمعنى يمتلك؟ لا غلط. ليه بقى؟ هاز وان على بعض يا ولاد معناها فاز. هنا ليها معنى؟ لا ملهاش معنى. هي هنا جايه عشان تكون لك زمن اسمه المضارع التام اللي احنا اخدناه قبل كده، اللي بيتكون من هاف اور هاز زائد الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث. يبقى هاز وان على بعض يا ولاد معناها ايه؟ فاز. وين التصريف الثاني وان، والتصريف الثالث برضو وان. اللي فازت the Egypt Cup في مصر 3 times، 3 مرات. طب لو عايزة اقول 4 مرات 4 times، طب 5 مرات 5 times، وهكذا. she was، هي كانت the first female Egyptian Paralympic swimmer، يعني هي اول سباحة مصرية في الالعاب البارالمبية in Rio in 2016، اللي كانت مقامة في ريو عام 2016. she has won، جملة تانية هي ولاد في المضارع التام، has won فازت. lots of، بالكثير من، gold silver and bronze medals، يعني ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية in many different countries، في العديد من الدول المختلفة. احنا كده اتكلمنا على مين يا شباب؟ ها آية أيمن عباس. مين هي آية أيمن عباس؟ ها she is a swimming champion، هي بطلة سباحة. تعالوا بقى نشوف الشخصية التانية اللي معانا. مصطفى فتح الله is a runner، عداء. هو الذي، بلاش يا سيدي الذي، اللي takes part in، مهمة جدا، يشارك في، take part in يشارك في، واوعى تنسى الاس اللي ضفتها عشان الفاعل بتاعك مفرد. 100 meter 200 meter and 400 meter races، في سباقات ال 100 وال 200 وال 400 متر. he joined، هو انضم، the national team للفريق القومي، خلي بالك ناشونال قومي، انترناشونال دولي او عالمي، ركز، in Egypt في مصر in 2006، يعني هو يا ولاد انضم للفريق القومي في مصر عام 2006. and has taken part in، teacher انت قلت لنا take part in يشارك فيه، طب ليه take بقت taken؟ لان الجملة دي يا ولاد في ال present perfect المضارع التام، have او has pp تصريف تالت، فالتصريف التالت من take taken، take took taken، يبقى has taken part in يعني شارك في lots of international competitions، العديد من المسابقات الدولية international. he has won، جملة تاني في المضارع التام، هو فاز، many medals، ميداليات كتير، including، بما في ذلك gold، الذهبية، فاز بالذهبية يا ولاد، فاز بها بقى فين؟ in the world championship، في بطولة العالم in New Zealand، اللي كانت مقامة في نيوزيلندا. اخيرا هنتكلم على احمد عبد الفتاح. بيقول لي احمد عبد الفتاح بليز يلعب سيرينج فولي بول، كره طائره على كراسي متحركه. he took part in، take part in يعني يشارك، طب took part in شارك في، دي بقى جمله في الماضي البسيط الباست سيمبل، شارك في ايه؟ The 2016 Rio Paralympics، دورة الألعاب البارالمبية اللي كانت مقامة في ريو عام 2016. Where the team، حيث الفريق، won، فاز، bronze، بالبرونزية. He has played، بعتم يا ولاد، هو لعب، with مع، his team، فريقه، in Africa، في أفريقيا، and Brazil، والبرازيل، and they have won، وفازوا، many international competitions، بالعديد من المسابقات الدولية، for Egypt، لصالح مصر.
being a Paralympics or Olympic athlete يعني كونك اللي انت تكون لاعب بارالمبي او لاعب اولمبي takes years بيستغرق سنوات، مش حاجة كده بتيجي من يوم وليلة، لا دي حاجة بتاخد سنين of dedication من التفاني and hard work والعمل الجاد. not everyone مش اي حد can get to ممكن يوصل لي this level المستوى ده but لكن there are يوجد many opportunities الكثير من الفرص for everyone لأي حد to take part علشان يشارك have fun ويستمتع doing a sport بممارسة رياضة they enjoy هو أو هي بيقدر يستمتع بيها. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة وخلصنا الدرس ده على خير، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، أشوفكم على خير في الفيديو الجاي وسلام عليكم.